الشوط الثاني سيطر في أغلب الدقائق لمصلحة الوصل. تمريرة خطيرة، الكرة للوصل، وأول أهداف المباراة فعلها الإمبراطور. جول أول الإمبراطور، فعلها الإمبراطور حمد الحسني البديل يسجل في مرمى الشباب للإمبراطور. 1-0 حمد الحسني اللي دخل مكان غانم بشير، استطاع أن يسجل 1-0 ويتقدم للوصل. شوف تمرير أكثر من ممتازة، عرضية خليفة وحمد الحسني مباشرة حط في مرمى اسماعيل ربيع، و1-0 لمصلحة الوصل عن طريق حمد الحسني بتسديدة قوية. حمد اللي دخل مكان المدافع غانم بشير. لوران بانيت يعني قرأ بشكل ممتاز المباراة.